بكاء أصل المالح لهذا السبب، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع زوجة خال نارين بيوتي، شاهد اللي تفاعلت بستوري لنارين حيث امبارح كانت نارين معزومة لبيت خالها. نمر إلى اليوتيوبر غيث مروان اللي تفاعل اليوم بمجموعة من الستوريات على السناب شات، كان عم يجاوب على أسئلة الجمهور بعد ما حكى لهم إنه سارة عم تفطر أندومي. وتلقى غيث مروان تعليقات إنه سارة حكت إنه هي عم تعمل ريجيم، وهذا كان رد غيث مروان على هذا السؤال. تفطر معك تفطر KFC، تفطر برجر، بيتزا، فطوري هاي الرايس كيك، وهدول الأشياء هدول يعني ما بتحسب له حساب يعني، فهمتوا؟ فلا تفكروا إنه شغل دايت وما دايت. أي والله ألا تشوف شو طلبنا نحن الصبح لسه من شوي. لك ما فطور ما أكذبك، مش قلتيلي اطلب ماك؟ تفاعلت أصالة بمجموعة من الستوريات على السناب شات، كانت عم تبكي والسبب إنه والدتها رجعت لبيتها. أترككم مع المقطع. صباح الخير، حس اليوم زعلانة، زعلانة لأنه ماما راحت اليوم، فمن غير شر حسيتك البيت فض وتايقت، حتى كل ما امرق على قطة بزعل، محلة فاضية.